جينا يا سوريا، عنوان العرض الموسيقي الذي أقامته مؤسسة أوج للإعلام والفنون الإيرانية بالتعاون مع مؤسسة مهاد ميديا للإنتاج. اول اینکه خب این کار یک کار مشترک است بین جوانان ایرانی و جوانان سوری. هذا العمل الذي نحضره الان هو الاغنيه السوريه الوطنيه جينا يا سوريا. هذه الاغنيه انتجت من خلال التعاون المشترك بين الجمهوريه العربيه السوريه والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من خلال الشباب السوري والشباب الايراني المشاركين في هذا العمل. احد الدلائل يعني من خلال هذه المشاركه هو الدماء التي امتزجت بين الشعب السوري والشعب الإيراني على هذه الأرض، وأيضا العظمة الكبيرة لسوريا ولهذا المكان بالتحديد. هذا المكان يدل على عظمة كبيرة. هذا المكان حاول الإرهابيون خلال السنوات الماضية أن ينالوا منه، ولكن هؤلاء الإرهابيين خرجوا إلى خارج سوريا، ولكن عظمة هذا المكان بقيت كما هي بأهلها بشعبها وبما نراه من نشاط وحيوية في هذا المكان. قائم داش فادكين أرهم قائم. أغنية جينا يا سوريا هي بتحكي مضمونة، بتقول إنه سوريا هي بيتنا. هذا البيت نحن لازم نحافظ عليه كسوريين. هذا البيت إذا نحن كسوريين ما حافظنا عليه ما حدا بيجي بيحافظ عليه. هذا البيت تعرض خلال الفترات الماضية لتخريب، لدمار، تعرض لصعوبات. نحن كسوريين معنيين إنه نعيد أعمار هذا البيت من أول وجديد. عمل تضمنت كلماته قوة وإصرار على استمرارية العمل والأمل لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب من أمام قلعة حلب، كدلالة على أصالة المكان وعراقته. الناس اللي موجودين بمحيط القلعة أو طالعين اليوم لينبسطوا، هن راح يشاركوا بالرقص وبالأغنية وبالأخير يشكلون لوحة جميلة جدا، هي العلم اللي من جله كلاتنا ونحترمه، هو علمنا العربي السوري. الكلمات اللي بتضمنها أنه بما معنا نحن جينا لأجل سوريا، جينا لأجل أعمار سوريا، رجعنا لك يا سوريا، يعني فرحة الانتصار عند السوريين. وبنقفل بتشكيل العلم ومن ثم دعوة إلى كل السوريين للوقوف بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية. هذا العمل الفني من هذا الموقع التاريخي قلعة حلب يعطي دلالة واضحة على أن سوريا بالطريق الصح، وأن الجراح التي أصابت هذا البلد هي في طريقها إلى الشفاء بإذن الله عز وجل. العمل يهدف إلى الوجود القوي لجيل الشباب ضمن المرحلة القادمة، خصوصا أنه تم تصويره مع عامة الناس دون وجود أي حاجز أمامهم.